شرفونا، برحب بحضراتكم يوم جديد وحلقه جديده من هذا الصباح. نكون معاكم ان شاء الله وعلى مدار ساعتين ياسمين القفاصي، وتساعدني ان يكون معايا زميلي محمد شعبان. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا ياسمين، صباح الخير مشاهدينا الكرام. يبدو ياسمين ان هو اليوم شباب النهارده بامتياز، بالفعل وموضوعاتنا كلها شبابيه النهارده، واعلان جدول اعمال منتدى الشباب 2018. هذا الجدول بيتضمن العديد من الجلسات، تقريبا بنتكلم عن 20 جلسة في 3 أيام بتتناول مختلف الموضوعات من الناحية الاقتصادية والسياسية وبناء المجتمعات، محاربة الفكر المتطرف والإرهاب، كمان هناك محاكاة للقمة العربية الإفريقية، وفي مشاركة تقريبا من 3000 شاب وفتاة في هذا المؤتمر. منتدى إن شاء الله هيعقد من 3 إلى 6 نوفمبر، بتبقى فرصة حلوة جدا إن شباب من جميع بقاع الأرض كلهم بيبقوا مع بعض بمختلف بقى ثقافاتهم حضاراتهم، ولكن كلهم بيتكلموا في قضايا كتيرة جدا وخبراتهم كمان بيتبادلوا فرصة التلاقي وتبادل الخبرات والثقافات بالفعل عن قرب والتواصل مع المسؤولين يعني مؤسسة الرئاسة بشكل مباشر ودون أي حجاب في نهاية الأمر، حتى يتم التعرف على مختلف المشكلات والقضايا سواء على المستوى الداخلي وكمان على المستوى الخارجي. كمان موضوع شبابي آخر ياسمين معنا في فقرتنا النهاردة، وزارة الشباب وزارة الشباب والرياضة بتطلق مهرجان اليوم العالمي للمشي من الأهرامات، وطبعا هو أكيد له رسالة يعني بتشجع على السياحة كمان، يعني ليس فقط قصة مهرجان عالمي لكن هو برضو أكيد له رسالة، خاصة كمان اختيار المنطقة الأهرامات كمان موجودة رسالة للعالم كله بأن هناك أمن واستقرار، هناك مهرجانات يتم تنظيمها، هناك روح جديدة بتبث بالفعل في الشارع المصري ومشاركة الشباب والاهتمام بهذه الفئة سواء من الناحية الرياضية وكمان زي ما احنا بنشوف من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حتى يشاركوا في عمليات التنمية اللي احنا مستمرين فيها على أرض الواقع. فقراتنا متنوعة طبعا زي ما عودناكم، في فقرة ثابتة وهي فقرة الصحافة اللي بنستعرض فيها أهم المانشيتات في الصحف المصرية، بالإضافة إلى فقرة الرياضة، آخر أخبار الاقتصاد، طبعا فقرات أخرى كتير، ولكن فاصل قصير وهنبدأ أولى فقراتنا، خليكم معنا. صباح الخير، صباح جميل عليكم. النهارده ان شاء الله لسه مع بعض مع الضمه، هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، حاجه اسمها anterior oblique system، ودي برضو علاقه الضمه برضو الادكتور ماسلز بس بالاكسترنال هيب روتيشن، او اللي بتعمل دوران الحوض للخارج بجانب الاكسترنال وانترنال اوبليك او عضلات البطن الجانبيه، لان الثلاث اماكن دول مرتبطين ببعض جدا، ولو احنا اهملنا تاهيلهم او اهملنا الاكسرسايز بتاعتهم او التمرين بتاعتهم اثناء الريهابيتيشن او اثناء التاهيل بيبقى لهم دور كبير قوي في ان الضمه ممكن يحصل لها مشكله تانية مع الوقت. معانا كابتن محمد رجب، هنوضح عليه برضو اهم التمارين اللي لها علاقه بالادكتور او بالضمه. اول تمرين بنعمله مع بعض للاكسترنال اوبليك والانترنال اوبليك او عضلات البطن الجانبيه. في البوزيشن دوت انا بطلع حاجه بسيطه واشفط بطني جامد واشد الاليا جامد، وببتدي ان انا اعمل تويست او دوران يمين وشمال عشان خاطر احاول ان انا اجيب المسلز او العضلات بتاعه البطن الجانبيه لاكسترنال اوبليك وانترنال اوبليك. طبعا العضلات ديت مهمه جدا ان احنا نقويها، لان احنا في معظم الموشنز او الحركات اللي ممكن نعملها في الرياضه بتبقى ليها علاقه كبيره جدا بالضمه والعضلات ديت، وهنوضح دوت بعد ما نخلص. يبقى ده اول تمرين. التمرين الثاني للاكسترنال روتيشن بتاعه الهيب، وهي مجموعه عضلات مع بعض بيريفورمس وجوميلوس سوبيريور وجوميلوس انفيريور وعضلات ثانيه برده بتعمل نفس الموشن. بنعمل بلانك او ميدل سايد بلانك، وابتدي ان انا برفع رجليا لبره قدر الامكان عشان خاطر اعمل روتيشن او دوران للخارج. براعي في التمرين دوت ان انا اكون برده شافط بطني وشادد الاليا جامد وانا بعمل التمرين. التمرين بالنسبه لك ممكن يكون شكله سهل لكن هو في الحقيقه صعب جدا. ده بيراعي ان احنا بنشتغل الاكسترنال روتيشن بتاعت الهيب او العضلات اللي بتعمل دوران للخارج للحوض بجانب المسلز بتاعت البطن اللي هي الاكسترنال والانترنال اوبليك بتاعت العضلات الجانبيه بتاعت البطن. طبعا دول ليهم علاقه مهمه جدا بالضمه اثناء التاهيل اللي بنعمله للضمه واحنا شغالين في البرنامج التاهيلي بتاعنا. شكرا يا دكتور محمد.
طبعا لازم نوضح حاجه مهمه جدا، ان الادكتور ماسلز او الضمه ليها علاقه مهمه جدا بالكور ستابيليتي، يعني بعضلات البطن وعضلات الظهر، بجانب الاكسترنال اوبليك والانترنال اوبليك. لان لما بيجي اي حد يشوط كوره، نفترض ان اي حد بيشوط كوره في البوزيشن ده، شوف شكل جسمي وانا بشوط، ان جذعي بيلف عكس اتجاه رجلي في الوضع ده. فلو عضلات بطني او عضلات ظهري فيها قصر او قصيره شويه، هيبقى الضغط اكتر على الضمه، فبالتالي هيبقى سهل ان هي يحصل لها مشكله وتتصاب بسهوله. ان شاء الله هنوضح الحلقه الجايه بعض التمارين المهمه للضمه، عشان خاطر نبقى احنا كده عملنا معظم البرنامج التاهيلي اللي ممكن نعمله للادكتور ماسلز او الادكتور جرون، اللي هي مشكله الضمه اللي بتواجه لعيبه كتير، وممكن كمان تخليهم يبطلوا كوره. ان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه، ونتكلم مع بعض برضه عن حاجات تانيه كتير تخص الضمه. السلام عليكم. مجددا، وبنبدا معاكم اولى فقراتنا ومجموعه متنوعه من الاخبار سواء المحليه والعربيه والعالميه. لكن اسمحوا لنا في البدايه ان احنا نتعرف معاكم على احوال الطقس والدكتوره ايمان شاكر خبيره الارصاد الجويه. صباح الخير دكتوره ايمان. صباح الخير استاذ محمد. صباح الخير يا دكتور. دكتور، الناس بقى في حيره، مش عارفين بقى يتقلوا الهدوم ولا الجو بيبقى لسه احيانا بالليل برد شويه وبالليل برد، هو جو العيا دلوقتي. فنصايح حضرتك بقى يا دكتور. احنا بدأنا فعلا نشعر بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة أثناء الليل والصباح الباكر، وبنشعر فعلا إلى حد ما بالبرودة. لكن يعني احنا ممكن نتعلم الملابس لو خارجين في بالليل متأخر أو في الصبح بدري، لكن أثناء النهار مع 12 الشمس بيبدأ الجو تاني يميل للحرارة في ساعات النهار. فيعني بلاش نلبس ملابس ثقيله في النهار عشان ما نشعرش بالعرق بقى ونصاب بنزلات البرد. يعني خلينا في مستمرين في الملابس الصيفيه، وخاصه اثناء النهار. ممكن نتقل شويه للاطفال يعني الصغيرين علشان الصبح بدري، خصوصا اللي بينزلوا المدارس. طبعا الجو معتدل تماما زي ما احنا ملاحظين، درجات الحراره حول المعدل الطبيعي. الشبوره المائيه هي اللي بنحذر منها طبعا في الصباح الباكر، وخاصه الطرق الزراعيه. ايضا ما زالت في فرص سقوط امطار على السواحل الشماليه للبلاد. الامطار دي بتكون امطار خفيفه غير مؤثره على الانشطه اليوميه ان شاء الله. طب في اي تقلبات متوقعه في الايام اللي جايه دكتوره ايمان؟ على مدار هذا الاسبوع ان شاء الله ما فيش اي تقلبات، امطار مستمره معانا على السواحل الشماليه فقط. لكن ممكن من الاسبوع الجاي ممكن نبدا فعلا نشوف تغيرات في الاحوال الجويه ان شاء الله. طيب بالنسبه للمطر يا دكتور، الرياح برضو حابين نعرف تفاصيل اكتر. هو الامطار على السواحل الشماليه زي اسكندريه، مطروح، بورسعيد، دمياط، المناطق دي ممكن يكون فيها امطار خفيفه، لكن الرياح معتدله تماما على معظم انحاء الجمهوريه. تنشط فقط على جنوب سيناء عند شرم الشيخ والغردقه، هذه المناطق بتشهد نشاط للرياح. باقي انحاء الجمهوريه ما فيش اي نشاط للرياح، والرياح معتدله تماما، ما فيش اي مشاكل. طب بالنسبه لدرجات الحراره المتوقعه النهارده يا فندم؟ القاهرة 29 درجة، السواحل الشمالية اسكندرية مطروح 27 درجة، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم اسيوط من 29 ل 30، وجنوب الصعيد قنا والاقصر واسوان وحلايب وشلاتين من 32 ل 33 درجة مئوية. احنا بنشكرك شاكر خبيرة الارصاد الجوية، بنشكرك شكرا جزيلا يا دكتور. العافية يا فندم. وبنبدا معكم اول اخبارنا، وطبعا احنا عارفين ان محاربه الفكر المتطرف لا تاتي ايضا الا بالفكر وخلق حاله من الوعي والتثقيف لدى المجتمع بالطبع ببعض الافكار المغلوطه والمفاهيم المغلوطه، ويجب محاربتها من خلال يعني مجموعه من العلماء القادرين على مواجهه هذا الامر، المثقلين بالخبرات وبالمعلومات وبوسائل التكنولوجيا الحديثه في الحياه، حتى يستطيعوا ان يتعاملوا مع مختلف الوسائل وان تصل المعلومه من مختلف الطرق الى يعني متلقيها في نهايه الامر. وبالتالي هناك اتجاه من الدوله ودعوات ايضا لتجديد الفكر الديني والخطاب الديني وشرح هذه الامور، وهناك مؤتمر في هذا الامر، ونائب الدكتور مصطفى مدبول لرئيس مجلس الوزراء وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعه في افتتاح مؤتمر دار الافتاء المصريه تحت عنوان التجديد في الفتوى بين النظريه والتطبيق تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركه وفود من اكثر من 60 دوله من مختلف دول العالم. المؤتمر بياتي في اطار مساعي دار الافتاء المصريه والامانه العامه لدور وهيئات الافتاء في العالم،
لقيادة قاطرة التجديد في الخطاب الديني واستجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي دعا فيها إلى تجديد الخطاب الديني وجعله على رأس أولوياته. بيهدف المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها المساهمة في إيجاد خطاب ديني وإفتائي واعي بقضايا المجتمع وخاصة قضايا التنمية وتحفيز المجتمع بسائر فئاته وخاصة الشباب للعمل والإنتاج وعلى السلوك الإيجابي. وفي موضوع آخر شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن التحديات الإنمائية في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي وتوفير فرص العمل لن يتم إلا من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التغيرات المناخية وكمان مراجعة السياسة المائية. تأكيد دكتور مصطفى مدبولي جاء في كلماته أثناء الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه مؤكدا أهمية الحدث في تلبية احتياجات المياه بالنسبة لجميع الدول. تعالوا نشوف مع بعض التفاصيل في هذا التقرير. تحت شعار الحفاظ على المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظمت وزارة الموارد المائية والري مؤتمر أسبوع القاهرة الأول للمياه لأول مرة في مصر لبحث قضايا المياه والتحديات المستقبلية ومواجهة تأثير التغيرات المناخية على المياه، حيث افتتح فعاليات المؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. يواجه العالم العديد من التحديات الإنمائية الجسيمة للقرن الحالي، وهو على رأسها الحصول على مياه شرب نقية وخدمات صرف صحي للجميع ومدن صالحة للعيش فيها وتحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة وتوفير فرص العمل من خلال رفع معدلات النمو الاقتصادي وبناء أنظمة أيكولوجية سليمة. ولن يقول بمقدور العالم التصدي لهذه التحديات إلا إذا تمكنا من تحسين طرق إدارة الموارد الطبيعية. يأتي هذا المؤتمر في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المياه والغذاء وأهمية استخدام الطاقة في إنتاجهما ورعاية المتخصصين في إدارة المياه والموارد الطبيعية. تنمية الموارد المائية من خلال الاعتماد على حصاد الأمطار وتحلية مياه البحر في كل مشروعات التنمية بالسواحل المصرية، ساحل البحر الأحمر والبحر المتوسط وسواحل سيناء. ترشيد الاستخدامات المائية من خلال كفاءة استخدام المياه في الزراعة والشرب والصناعة وتقليل الفواقد المائية داخل وخارج مصر. تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة أو الاستراتيجية من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة والتدريب والتوعية على كل المستويات. شارك في المؤتمر وزراء وخبراء المياه من نحو 100 دولة لبناء ورفع القدرات للشباب الأفارقة ونشر المعلومات والخبرات في جميع المجالات المتعلقة بالمياه والغذاء والطاقة. مؤتمر يهدف إلى التوعية بقضايا المياه ومواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية من أجل التنمية المستدامة. من مقر انعقاد المؤتمر، أحمد أبو الحسن، النيل. ما زالت المحافظات المصرية في الحياة ياسمين مليئة بالكنوز الأثرية التي يتم الكشف عنها يوما بعد الآخر. في يعني في أثار كتير لسه احنا مش عارفينها حقيقة كمان، يعني لسه عندنا كنوز، مصر مليانة كنوز كتير لسه، يعني على طول في اكتشافات كل يوم. انت عندك اكتشاف جديد الحمد لله موجودين، وفي اهتمام من جانب الدولة في هذا الأمر. هناك بعثات من مختلف الجنسيات بتعمل في مصر من أجل اكتشاف هذه الأماكن، وهناك البعثة المصرية الإيطالية التي تعمل في مصر على مدار 30 عام، وكان في مؤتمر لعرض نتائج عمل هذه البعثة بتنظيم من وزارة الآثار. طيب، رئيس البعثة المصرية الإيطالية قال في تصريحات خاصة للنيل إن البعثة اكتشفت قرائن ورسومات بتؤكد وجود المصري القديم في منطقة الفرافرة منذ 6000 عام قبل الميلاد. شوف مع بعض التفاصيل في هذا التقرير. عرض أثري لأهم نتائج البعثة المصرية الإيطالية العاملة في الصحراء الغربية وتحديدا في منطقة الواحات الفرافرة والدخلة والخرجة، حيث عاش المصري القديم في تلك المنطقة منذ حوالي 6000 عام قبل الميلاد، قبل ذهابه إلى وادي النيل بعد جفاف تلك المنطقة. الصحراء الغربية
كانت هي مكان الاستيطان الأول للإنسان اللي سكن مصر، ومن الصحراء الغربية بعد حالة من حالات الجفاف اللي سادت مصر نزل إلى الوادي وبدأ الحياة في وادي النيل ودلتاه بعد فترة طويلة من الحياة في الصحراء الغربية. البعثات الأجنبية اللي شغالة في هذه المناطق وخاصة فرافرة والداخلة والخارجة وأسوان ادتنا نتائج كبيرة جدا عن طبيعة الحياة للمصري القديم وإزاي تطورت حياته ونشأته. عدد من الرسومات الهامة على جدران الكهوف في تلك المنطقة أظهرت تفاصيل الحياة اليومية للمصري القديم في واحة الفرافرة، فضلا عن اكتشاف بعض النباتات التي تدل على ممارسة الإنسان لمهنة الزراعة. نحتفل بمرور 30 عاما على عملنا في الصحراء الغربية. عثرنا على عدد من الدلائل التي تثبت وجود المصري القديم في تلك المنطقة منذ 6000 عام قبل الميلاد. تم اكتشاف عدد من الرسومات على جدران الكهوف التي تعبر عن الحياة اليومية للمصري القديم. قدرت البعثة دي تقوم بدراسة وتوثيق كافة المناظر الموجودة في الكهوف الموجودة في الجلف الكبير والفرافرة والواحات البحرية، بالإضافة أنهم أيضا عملوا حاجة اسمها مركز زوار في واحة الفرافرة اللي هي كانت مجهولة منذ القدم، وأن المركز الزوار دوت بيعرضوا فيه كافة الأنشطة اللي قامت بها البعثة على مدار 30 سنة من خلال الرسومات الموجودة في الكهوف في الجلف الكبير وادي صورة. وأصدرت البعثة المصرية الإيطالية العاملة في منطقة الفرافرة كتابا للتعريف بالآثار الموجودة في منطقة الواحات والصحراء الغربية بشكل عام للتعريف بطبيعة البيئة التي عاش فيها المصري القديم. على مدار 30 عاما عملت تلك البعثة المصرية الإيطالية في منطقة الفرافرة، حيث أعلنت العديد من الاكتشافات الهامة أبرزها وجود المصري القديم في تلك المنطقة منذ 6000 عام. من وزارة الآثار أشرف مبارك، النيل. طيب تعالوا نروح مع بعض لأحدى المدارس في الإسكندرية واللي احتفل أصحاب الحيوانات الأليفة باليوم العالمي للحيوان فيها، وللحصول على مجموعة متنوعة من النصائح والترفيه المتعلق بالحيوانات. كمان أطباء بيطريون شاركوا في تقديم العلاج البيطري للحيوانات، بالإضافة إلى مربي حيوانات ونشطين في مجال حقوق الحيوانات، سمح استعراض الحيوانات الأليفة للجميع بعرض قططهم كلابهم أمام لجنة من القضاء بتمنح جوائز لأفضل من يروق لها. بيتم الاحتفال باليوم العالمي للحيوان في جميع أنحاء العالم في 4 أكتوبر، ويشارك أكثر من 70 بلدا في اليوم العالمي للحيوان، لكن في الإسكندرية يقيمونه في وقت لاحق من هذا الشهر. وإحنا شايفين طبعا الصور كمان ياسمين معانا اهتمام بالحيوانات، يعني زي ما احنا شايفين يعني صور جميلة يعني في الحقيقة. طيب من مصر تعالوا نروح مع بعض للعاصمة الأردنية عمان. اختتمت فعاليات المعرض السنوي الثالث للطوابع البريدية النادرة والعملات الورقية القديمة. هذا المعرض السنوي نظمته الجمعية الأردنية لهواة الطوابع والعملات بهدف تعريف الأجيال الشابة بالتاريخ اللي بتصوره المقتنيات النادرة، حيث أعادت تلك الطوابع إلى الذاكرة اجتماعات وأيضا زيارات جرت في الماضي بمن شاركوا فيها من شخصيات تاريخية. مؤسسات خاصة ورسمية شاركت بمجموعات في المعرض بعملات تعود إلى حكم الملك الراحل فيصل الثاني، ومن جانبهم قال المسؤولون في الجمعية أن بعض الطوابع التي عرفت طريقها إلى طاولات المعرض تساوي قيمتها آلاف الدنانير الأردنية، لكن القصص التي تحكيها هذه الطوابع والعملات الورقية لا تقدر بثمن لأنها شواهد على الماضي. في شقيقان مهاجران من سوريا استطاعوا أن يحصلا على إعجاب المدرسات وتلاميذ في مدرستهم الجديدة في سراييفو في البوسنة. حمزة وعمره بالضبط 9 سنوات وشقيقه زين 7 سنوات وصل إلى البوسنة والهرسك من سوريا اللي مزقتها الحرب مع والديهما. من جانب ما أعربت المدرسات هناك عن ترحيبها طبعا بحمزة وزين، موضحة أن الفتيان ودودان واجتماعيان هما يتعلمان
البوسنية والإنجليزية ويحبان على وجه الخصوص دروس الرياضيات والموسيقى، حيث حاجز اللغة لا يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لهن. ووفقا لأحدث الإحصاءات من وزارة الأمن في البوسنة، هناك 15,000 مهاجر مسجلين في البوسنة والهرسك، 14,000 منهم يطلبون اللجوء من سوريا وباكستان وإيران. طبعا احنا عارفين ان في بعض المدن سواء في العراق وفي سوريا تعرضت للتدمير، وهذه المدن في الحقيقة كانت تحوي الكثير من الآثار اللي هي كانت موجودة، وهناك محاولات لترميم هذه الآثار في هذه المرحلة وهذه الأشياء التاريخية في الحقيقة التي لا تقدر بثمن، بعد أن استطاع العراق أن ينفض غبار الحرب على تنظيم داعش بالطبع، وكذلك في ظل الانتصارات التي حققها الجيش السوري سواء على الجماعات الإرهابية وأيضا على تنظيم داعش. وهناك محاولة لاستغلال التكنولوجيا في هذا الأمر وعصر الرقمي في عرض مثل هذه الآثار وكيفية المعايشة معها وما يتم الآن على أرض الواقع، وعصر المدن القديمة، رحلة افتراضية من تدمر إلى الموصل، عنوان معرض رقمي ينظمه معهد العالم العربي في باريس واستمر حتى فبراير من العام المقبل. طيب المعرض الرقمي بيهدف إلى إحياء مدينتي تدمر وحلب السوريين والموصل بالعراق ولبدا الكبرى في ليبيا، وبتعد من أهم المواقع الأثرية العربية والإنسانية على حد سواء. الذي كان حتى وقت قريب يقف شاخصا بآثاره، شركة فرنسية استخدمت كل ما تملك من إمكانات وتكنولوجيا لإعادة بناء مواقع التراث الثقافي التي دمرتها الحروب في الشرق الأوسط. مصوري الشركة اعتمدوا على الطائرات المسيرة والكاميرات الرقمية لالتقاط مئات الآلاف من الصور لمواقع التراث الثقافي التي تعرضت للخطر أو الدمار مثل تدمر وحلب في سوريا والموصل في العراق. بعدها عمد الخبراء إلى معالجة تلك الصور من أجل عمليات إعادة بناء ثلاثية الأبعاد للمواقع. الفنيون والخبراء يأملون في أن يتم استخدام تقنية إعادة البناء الرقمية عندما يحين الأوان لإعادة بناء المدن التي مزقتها الحروب. تعاونت الشركة الفرنسية مع إدارة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو للمشاركة في مشروعهم إحياء روح الموصل، الذي يعمل على وضع الخطط لإعادة إعمار المدينة العراقية التي تعرضت للقصف الشديد خلال القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر عليها لمدة 3 سنوات. وبالفعل أزيح الستار عن معرض إعادة البناء الرقمي في معهد العالم العربي تحت عنوان عصر المدن القديمة، رحلة افتراضية من تدمر إلى الموصل. الشركة الفرنسية تعاونت أيضا مع شركة ألعاب فيديو لخلق تجربة واقع افتراضي كبيرة من عملية إعادة البناء الرقمية، والتي يمكن لزوار معهد العالم العربي في باريس تجربتها ومعايشتها. خلينا نروح معكم لأستراليا، حيث وصل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى هناك، وذلك قبل يوم من بدء رحلة خارجية رسمية، وهي تعتبر الأولى لهما منذ زواجهما، وهذه هي الجولة الثانية لهما في أستراليا التي يقوم بها الجيل الأصغر في العائلة الملكية في بريطانيا، بعد الزيارة التي قام بها الأمير ويليام وزوجته كيت وابنهما الأكبر جورج في عام 2004. من المقرر كمان أن هما هيركبوا عبارة من ميناء سيدني بتمر بدار الأوبرا، بالإضافة إلى مشاهدة رقصة تؤديها فرقة رقص معاصرة للسكان الأصليين، وأيضا هيشاهدوا حيوان الكوالا في حديقة حيوان تارونجا. بتتزامن زيارة هاري وميغان مع دورة ألعاب إنفكتوس لمصابي الجيش في الفترة ما بين 20 و27 أكتوبر الجاري. دورة الألعاب اللي أسسها الأمير هاري هي حدث سنوي بيشبه دورة ألعاب ذوي القدرات الخاصة. الزوجان هيزوروا أيضا نيوزيلندا وجزر تونجا وفيجي الواقعة في جنوب المحيط الهادي خلال هذه الجولة. نروح كمان لفنلندا يا ياسمين، احنا واخدينها جولات كده متنوعه صراحه، بدانا بمصر ونروح باقي حول العالم بكل مكان يعني صراحه. وفي تلالئه اضواء خضراء ساطعه في عرض خلاب فوق سماء مدينه روفانيمي في دائره القطب الشمالي، وبرزت الاضواء وبعد وقت قصير امكن رؤيتها على شكل امواج في السماء. طيب خلال المساء رسمت الاضواء شكل قوس عريض وتغيرت الوانها من الاخضر الى الابيض ثم الى اللون البنفسجي. الظاهره اللي بتعرف ايضا باسم الشفق الشمالي هي نتيجه تصادم ما بين جزيئات مشحونه من الشمس عند دخولها الغلاف الجوي للارض.
نروح لندن. احنا في تنوع اوروبا النهارده, احنا معانا تقريبا كل بلاد العالم النهارده. في تنوع يعني في الحقيقه, في الاخبار يعني من مختلف الاماكن في الحقيقه, وفي كمان معرض واخبار متنوعه. عندنا في لندن يوم 17 اكتوبر الجاري سيكون هناك مزاد خاص للذهب, تعرض فيه القطع الفنيه والجماليه التي تلمع بلون الذهب, ويطلق المزاد او على المزاد الاسم الاغريقي ميداس. يعد هذا المزاد هو الأول من نوعه, من خلاله بتستضيف صافبي فئة جديدة من المزادات المتخصصة لقائمة مزاداتها. يقدم المزاد مجموعة متنوعة من القطع الفنية بتتراوح ما بين المنحوتات والسيوف والجواهر والمفروشات, وبتعرض قطع قليلة في الدار, ومن ضمنها تمثال مصنوع من الذهب الخالص بيمثل العارضة البريطانية كيت موس, بالإضافة إلى سيارة مطلية بالذهب للبيع في لندن, وأيضا كرسي بذراعين من قصر التولري في فرنسا. وفي حين بتتوقع صوتبي إلى أن تباع المنحوتة الذهبية لرأس موس بنحو $515,000, فإن أغلى قطعة هي لوحة ذهبية مستطيلة للفنان الفرنسي إيف كلان, ثم تصل إلى $1.6 مليون. كده الحمد لله ما فيش مدن تانية. ندخل على الصحة بقى. ندخل بقى على الصحة بقى. خلاص, هو آخر أخبارنا معكم يعني حاجة روشتة كده صحية بنقدمها لحضراتكم عن صحة القلب والأوعية الدموية. بتحتاج إلى أطعمة غنية بالفوائد بتقلل الكوليسترول الضار وتقلل من المخاطر بالإصابة بأمراض مثل السكتة القلبية وغيرها. وفقا لتقرير تم نشره, هناك 4 أطعمة تحسن صحة القلب والأوعية الدموية, وخلينا نتعرف عليهم. شوية حاجات بسيطة والله الواحد لو عرفها هيستفيد كتير جدا طبيعة. جميل. طيب, أول نوع من الأطعمة هو الشوفان. الشوفان بيحتوي على الألياف القابلة للذوبان, واللي بيمكن أن تقلل من امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم, وبالتالي بتقلل المستويات الكلية للكوليسترول في الجسم. تاني حاجة البيض, اللي بيحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول الجيد, لذا يمكنك أن تأكل بيضتين في اليوم في وجبتك كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن بيحمي صحة قلبك. أيضا السمك, خاصة السردين, لأنه مصدر جيد للأحماض الدهنية أوميجا 3 المضادة للالتهابات, اللي بيمكن أن تساعد في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية, لذا يجب تناول الأسماك من 2 إلى 3 مرات أسبوعيا. آخر حاجة الحمص, واللي بيقلل بشكل كبير من الكوليسترول الضار وبيقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. بكده نكون وصلنا ياسمين لنهاية جولتنا الإخبارية, لكن فقرتنا ما زالت مستمرة معكم. وإيه اللي جاي؟ فاصل قصير جدا وآخر أخبار الرياضة مع زميلي محمد عبد الحكم, وهنرجع لكم مرة أخرى في هذا الصباح. خليكم معنا.